بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم أخوكم إنسان حر في شرح برنامج سوني فيغاس. اليوم معنا درس جديد وهو تعلم انتقالات تجميل أعمال المنتج. وضعت ملفي المرفقات فيه عدد من الصور التي سنستخدمها في هذا الدرس إن شاء الله. في الدروس القادمة أيضا سأضع المرفقات وسيبدأ التطبيق إن شاء الله في كل درس معه ملحقات. نقوم أولا بإدخال الملفات إلى البرنامج، وذلك عن طريق فايل طبعا، ومن ثم إمبورت وميديا. هذه مجموعة الصور ملحق الدرس الخامس، فيها 25 صورة. نقوم بإحضار بعض الملفات، مثلا هذه الملفات نختارها ونقوم بسحب التايم لاين. طبعا هذه ثلاث صور، اذا قمنا بتشغيلها لاحظ ان الصورة تنتقل من صورة الى اخرى، لا يظهر يعني انتقال بينهما، صورة عادية يعني تظهر فقط. نريد عمل انتقال بين هذه الصور. اول التي الى هنا، اول هذه الطريقة البدائية طبعا، ولكن تعتبر طريقة ايضا. نأتي الى نهاية هذه الصورة من الاعلى جهة اليسار، يظهر لنا المؤشر بهذا الشكل. نقوم بسحب وافلات الى جهة اليمين، نضع هذا الخط الازرق الذي يظهر. نقوم بتشغيل الصور من البداية. لاحظ هنا هو ظهور الصورة، ولكن بشكل يعني شكل ليس بالنوع الذي نريده، يعني نوصل بالنوع الجيد. طبعا في البرنامج توجد العديد من الانتقالات، شيء جميل جدا في سوني فيغاس، الذي يعني يعتبر من برامج المميزة جدا في عمل المونتاجات وباقي الأعمال. نأتي هنا ترانزيشنز طبعا إلى الانتقالات. طبعا هذه الانتقالات ليست كلها موجودة حاليا، سأقوم بتوفيرها في الدروس القادمة في المراحل المتقدمة إن شاء الله. يحتوي البرنامج على العديد من الانتقالات، مثلا هذه الانتقالات الثلاثية الأبعاد. مثلا نريد إضافة هذا الانتقال إلى الصور، أقوم بسحب الانتقال ونأتي إلى بداية الصورة. هنا نضع الانتقال. طبعا لكل انتقال اعدادات خاصة به، هذه الاعدادات سأقوم بشرحها في الدروس القادمة. نحن الان في دروس في المستوى الاول، سأقوم بشرحها في المستويات القادمة ان شاء الله. طبعا هذا هو الانتقال. هنا يمكننا تكبير، اي تكبير وتصغير يعني اضافة الانتقال. اولا مثلا سأقوم بتشغيل الإضافة من البداية. نلاحظ أن الانتقال يجري بسرعة، نريد تبطيء الانتقال. نأتي طبعا في البداية هنا، يظهر شكل الماوس بهذه الصورة، ونقوم بسحبه إلى أي مدى نريده، إلى حتى مثلا نريد إلى هنا. نأتي لتشغيل من البداية. نلاحظ هنا أصبح الانتقال أبطأ، طبعا كل حسب الذي يريده، يريد الانتقال سريع او بطيء كالذي يحبه. مثلا نتي يقوم باضافة انتقال اخر، مثلا هذا الانتقال طائر 3D ايضا، نقوم بسحبه ووضعه في بداية الصورة الثانية. هذا الانتقال اذا نقوم بتكبيره، مثلا نضعه هنا، نقوم بتشغيل من البداية. لاحظ هذا الانتقال الاول من الصورة الاولى، والانتقال الثاني الصورة الثانية. نقوم باضافة تأثير الانتقال ايضا للصورة الثالثة. مثلا نأتي الى مثلا هذا الاختيار، طبعا فيه عديد من الحركات والانتقالات بين الصور. نأتي مثلا الى هذا الفلتر، نقوم بسحبه ومن ثم وضعه في بداية الصورة الثالثة. مثلا
ونقوم بسحبها أيضا وتكبيره قليلا. هنا مثلا نقوم بتشغيل الصور من البداية. لاحظ أول انتقال والثاني وهذا الثالث. لاحظ أنا بطء الحركة المعينة سأقوم بتقليدها وضعها هنا لكي تظهر معي بصورة سريعة. عفوا قوم بتقليل المعينة يعني درجة معينة حتى تظهر معي بصورة سريعة. هنا انتقالات، هذه الصورة الأولى، الصورة الثانية، الصورة الثالثة. الآن طبعا أدروني يجب أن أعيد المشروع من جديد. طبعا هذا كما في العادة الاستفادة أيضا نقوم بالذهاب لبروجكت ميديا ومن ثم إحضار الصور الثلاثة ووضعها في التايم لاين. طبعا الصور لن تكون قريبة واحدة من الأخرى، أي لا يجب أن لا تكون يعني بعيدة عن بعضها البعض لكي لا تظهر النافذة السوداء. مثلا هنا بين هذه الصورة وهذه الصورة هنا فراغ، سأقوم بتشغيله مثلا من هنا. لاحظوا ظهور الشاشة السوداء ومن ثم ظهور الصورة. طبعا هذا لا يقوم بتجميل العرض بين الصور والانتقالات، نقوم بتقريبها أقصى ما بإمكاننا هنا إلى أن تظهر هذه العلامة الخضراء بالنص في نصف الصورتين، ومن ثم نقوم بالإفلات، نقوم بتشغيلها طبعا من جديد. طبعا هذه بلا انتقالات، نذهب إلى الانتقالات ونختار انتقالات معينة، مثلا هذا الانتقال نضعه في بداية الصورة عفوا، هذا الانتقال ونسحبه قليلا، عفوا نسحبه، نذهب إلى انتقال آخر، مثلا هذا الانتقال نضعه في بداية الصورة ونسحبه أيضا، عفوا ونسحبه أيضا، نسحب الانتقال وانتقال آخر مثلا، عفوا مثلا هذا الانتقال نسحبه ونضعه في بداية الصورة، نأتي إلى عرض الصور. نقوم الآن بعرض الصور، لاحظوا كيفية عرض الصور. طبعا يمكننا عمل أكثر من يعني يمكن عمل مكان الصور فيديوهات، ولكن نحن الآن في مرحلة كما ذكرت مرحلة ابتدائية، سنقوم بعمل المشاريع على الفيديوهات إن شاء الله في الدروس القادمة. طبعا نقوم الآن بإضافة جميع الصور في الملحق الذي قمت بإنزاله، هذه جميع الصور إما كنترول أي أو تحديد الجميع ومن ثم فتح، وهذه هي كلها محددة، قم بسحبها وإفلاتها جميعا على التايم لاين. هذه جميع الصور، طبعا يمكننا إضافة كل التأثيرات إلى جميع الصور، مثلا هذه في البداية، نأتي إلى هنا وهذا نسحبه في الصورة الثانية، وكذلك بالنسبة إلى الصورة الثالثة حتى الصورة الأخيرة يمكننا عمل أو إضافة انتقال لها. نأتي إلى الصورة الأخيرة ونقوم بإضافة مثلا هذا التأثير أو الانتقال، قمنا بإضافة الانتقال، نأتي هنا مثلا نلاحظ الصورة الأخيرة سيتم انتقال، تم انتقال ولكن بصورة سريعة عفوا، سأقوم بإطالتها حتى تظهر بشكل جيد هنا. لاحظوا كيفية ظهور الانتقال ما بين الصور وانتهى. كان هذا كل ما لدي، شكرا لكم، نلتقي بكم في دروس قادمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.